سمر، فقرتنا الأخيرة رح تكون من عالم الصحة وتحديدا عالم الأطفال. يمكن الترفع الحروري أو ارتفاع الحرارة عند الأطفال هي العارض الأساسي لكثير من الأمراض والعارض المخيف بالنسبة للأهل، ودائما الأسئلة عم بتكون أنه عن ارتفاع طبعا حرارة الأطفال بغض النظر عن السبب لكنها مخيفة. اليوم لنحكي أكثر عن هذا العارض، تأثيره، آثاره، هل هي فعلا مخيفة؟ هل ممكن أنه في فترة محددة لنعرف إذا الموضوع خطير أو لا؟ رح نحكي أكثر بالتفاصيل مع طبيب الأطفال الدكتور ظافر سلامة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وعنور. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بالبداية أول ما تطلع حرارة الطفل دائما بيصير عند الأهالي خوف، هل هذا الشيء خطير ولا لا؟ ارتفاع الحرارة برأيك؟ هلا احنا اكيد نحن كثير بنعاني مع الاهل بموضوع الحراره. نحن هي الحراره بالنسبه لنا هي عرض ما مرض، يعني هي عرض انه صار في عنده فعاليه معينه الطفل ادت لارتفاع الحراره. فنحن بنوقع بمشكله مع الاهل دائما انه هالحراره بتاذي، يعني معلش رح اقول كلمات هي بيحكوها الاهل، بتضرب له دماغه طبعا. مثلا كفكره عامه ممكن ينأذى الطفل من الحراره، ممكن يكون مهدده حياته. طبعا احنا هو عرض، يعني بالنهايه يعني هو شغله صارت بسبب فعاليه بجسمه، بدنا ندور على الفعاليه اللي صارت بجسمه لحتى نحدد هي بتحدد مدى الخطوره. نحن اغلب حرارات الاطفال لنقول 99% هي حرارات سليمه، يعني هي بتعاني يا اما انتانات او مشاكل اخرى عم نحكي عنها، بس بالنهايه هي ما أنا شيء خطير جدا على الاطفال. يعني حتى العلامات اللي بنشوفها مع الحراره ممكن مثلا نقول العرواء او البرديه، ممكن الشحوب الشديد اللي بتشوفيه، احيانا اختلاج الحراري تحت 5 سنوات اللي بنشوفه، كلها هي علامه بتدلك انه في حراره عاليه عند الطفل، بس هل هي مهدده لحياته؟ نحن اكيد لا، ما أنا مهدده لحياته. نعم دكتور، بما انه عم نحكي عن الحراره في كثير من الاساليب عند الاهل هيك بيتبعوها بطريقه شعبيه وشائعه، مثلا ممكن يحطوا اسبيرتو على او كمادات على الرجلين او تحت الباط، اكثر ما بيسمعوها من اهاليهم. خلينا نعرف عن هي الاساليب او الطرق، لانه بتعرف صاروا انه بيقولوا له الحراره بتاثر على الدان، ممكن تاثر على شيء ثاني. نفس الجمل عم نحكي خاصه عنها. بالاعمار الصغيره. تمام، اول شيء نحن الحراره تخفيضها هو كثير اجراء بسيط. اول شيء ما في بيت ما في خافض حراره، يعني خصوصا اللي عندهم اطفال، نعطي خافض حراره عليه مثل باراسيتامول بغض النظر عن اسمه التجاري. ونحن في الكمالات اكيد اي شيء سخن بتعطيه شيء اقل حراره منه رح تنزل له حرارته، فالكمالات هي بتساعد الاطفال بغض النظر كمادات خل ولا الكحول ولا اي شيء، هي كمادات يعني ابرد من جسم الطفل شوي صغيره، بتنحط بمناطق معينه مثل تحت الباط عند الاطفال، بظهره من ورا، بين فخدين، هذه كلها مناطق فيها ترويه عاليه سطحيه، فنحن بتساعد انه يعني عرفت يعني انت جيبي مي سخنه ومي بارده حطيهم جنب بعضهم، فاكيد بتنزل حاره المي السخنه، بس الفكره نحن ما بصير نستعمل ثلج عند الاطفال لانه ممكن نعمل لهم صدمه وعائيه ممكن يروح فيها الطفل بالنهايه. احنا بنحط يعني اذا انا حرارته 40 ابني لنقول جبت مي فاتره 20 ممكن استعمل مي حنفيه، ممكن انا احممه مي حنفيه كله للطفل بنزل له حرارته. طبعا هو نحن بنعتبره اجراء اسعافي بيساعد كثير حتى لو الطفل عم يختلج من الحراره، يعني لو الطفل عم يختلج تمام من الحراره فينا نعمل هالاجراء وننزل له حرارته للطفل ونطول نكون هاديين. يعني التعصيب والبكي كله ما بيساعد الطفل بصراحه، يعني كثير بسيطه انه الام تكون قويه قد حالها انه انا ابني سخان بعطيه خفض حراره بنزل له حرارته بكمل شيء، طول بالي عليه اعطيه وقت معلش وبتنزل اكيد رح تنزل بالنهايه. وفي منهم في منهم من الاهل بياخذوا الطفل فورا مثلا بيحمموه بمي بارده، كمان خلينا نحكي على هاي النقطه ونحكي على الفرق بين الحراره الواطيه والحراره العاليه، وامتى الاهل او الام لازم تاخذ طفله فورا على الدكتور؟ يعني هلا اول شيء نحكي انه الحراره البارده اكيد لا، نحن منا مقبوله ابدا، نحن حراره معتدله، حراره الحنفيه ممكن تستعمليها انت، واكيد بحق لك تحممي طبعا لتنزيله حرارته، هذا شيء طبيعي وبيساعد الطفل كثير مع خافض حراره. ولا تخافي يعني اكيد الطبيب اذا اخذتي ابنك عليه حراره وانت نزلتي له حرارته ببيتك ما راح يقول لك لا ابنك ما عليه حراره، فكثير اهل بيجوا لعنا بيقول انا ما نزلت له حرارته مشان تشوفه، طيب ما هو بلكي اختلج بالطريق، تمام بلكي صار معك مشكله معينه انت ما تلحقي حالك، لا انت نزلي له حرارته على مهلك بالبيت وكوني هاديه وخليه عند الطبيب. شغله ثانيه، نحن اغلب الحرارات بغض النظر عن سببها اول 24 ساعه ما بتعطينا علامات مرضيه، فنحن اغلب الحرارات خصوصا اول 24 ساعه معاينه الطفل ما بتاخذي نتيجه منه، احيانا نحن بنفوت باخطاء من الحاح الاهل، لا ابني معه حلقه كذا كذا، بتضطري انت تعطيه دواء منه بمحله وممكن تزيدي له مشكلته، فطولي بالك على ابنك اذا نزلت حرارته وهدي الطفل ولقيتيه عم ياكل طولي بالك. هلا ايمت نحن بنخاف باول 24 ساعه من الحراره؟ اذا في علامات ثانيه كثير مهمه، اقياءات عنيده عند الطفل لنقول تمام. الطفل عم يخلط، يعني صار عنده نزلت حالته ساعته عنده تخليط ذهني،
عم يعمل علامة عصبية منا مرغوبة، تغيرت شخصيته للطفل، يعني كان شيء وصار شيء ثاني بلحظة. هلا هذا ممكن تاخذيه اسعافي تعيني، اما طالما الطفل انت نزلتي له حترجع طفل طبيعي عم ياكل ما عنده اقيات شديدة، حتى لو في شوية اسهال مثلا وشوية سعالي بسيطة، طولي بالك عليه اعطيه فرصة. لانه الحكم باول 24، نحن كل امراض الدنيا عم نحكي عن الامراض الانتانية كلها تبدا باول 24 ساعة بشيء بسموه فلو لايك سيندروم، متلازمة شوية قريب، انه بتلاقي حرارة، فتح احتقان بالعوم بسيط من الحرارة ممكن تكون، طفل تلاقي واهم شيء طبيعي من الحرارة، فهي العلامات ما بتدلك على مرض معين. ليتظاهر المرض بده على الاقل 24 واحيانا 42 ساعه، لنقول جدري المي مثلا، لنقول الريقان، اي مرض بالعالم بده ياخذ وقته لحتى يتظاهر. يعني يترافق مع اعراض اخرى حتى يبين التشخيص. خلينا بدك تعطي وقت للطفل لتشوفي انت شو عم يعطي علامات ثانيه، لانه هي علامه حراره، هي علامه انه صار في فعاليه. نعم. شو العلامات الثانيه اللي ظهرت على الطفل؟ نعم دكتور، يعني هلا كثير عم نسمع كمان بانه كثير من الاهالي عم بيخافوا من الكورونا لاولادهم، عم يخلطوا بين الاعراض، مثلا ضربات الشمس، تغير الطقس المناخي، يعني شفنا في ارتفاع كثير درجات الحراره ورجعت انخفضت، يعني امراض الصيف المعتاده والشائعة، عم يصير في خلط بينه وبين أمراض الكورونا. خلينا شوي نروق الأهالي، نحن أكيد بنقول لهم ضلوا حريصين، بس بنفس الوقت ما بدنا يكون هذا الشيء مثل الوسواس القهري. تمام، نحن أول شيء نحن لنحكي عن الحرارة، الحرارة لها أسباب، هي أغلب أسبابها هي إما إنتانية أو غير إنتانية. هلا الأمراض الإنتانية مثل الإنتانات الفيروسية مثل الكورونا والإنتانات الجرثومية، التهابات بالعوم وغيرها والتهابات الأمعاء. والامراض غير الانتانيه واللي بنشوفها بالصيف كثير واللي بنشوفها شائعه جدا هي ضربه الشمس، انا بسميها ضربه الحراره مو ضربه الشمس بصراحه، بحب هالاسم اكثر. لانه مو ضربه الشمس هي اللي تعمل لك هالمشكله. شبيهه باعراض الكورونا يعني؟ هلا لا ما لنا شبيهه باعراض الكورونا الحقيقه، لانه نحن اول شيء طبعا نحن الامراض الانتانيه بتبدا الحراره الريجيه، بينما الضربات الحراره بتجي حراره كثير عاليه. هلا الامراض الانتانيه في علامات ثانيه مرافقه، نحن بس مع ضربه الحراره بنشوف اقيئات، ممكن نشوف اقيئات عند الاطفال فقط لا غير. احيانا اذا كانت الضربه كثير قويه ممكن تشوف تخليط ذهني واختلاج عند الطفل من وراء هيك مشكله. هلا ليش بتجي يعني او شو الاليه اللي بتجي فيها؟ نحن اول شيء الطفل بس يتعرض لحراره كثير عاليه فما نحن اللي بينزل حراره الجسم بيدافع عنه هو التعرق، فما بيكون عنده مساحه تعرق واسعه، فبتلاقي الطفل بيصير عنده حراره، بتلاقي حرارته 40 فجاه صارت الطفل حنا مثل ما قلت لك فات بتخليط ذهني، يعني بتشوفيها كثير عند الاطفال، يعني بيختلج من وراء الحراره. اقياءات طبعا ما في شيء اسمه اسهال، ما في شيء اسمه سعله، ما في شيء اسمه سيلان انف مع ضربه حراره، ليش بتعمل هالشيء؟ فنحن بهيك موضوع اهم شيء طبعا نحن الطفل بهذا الوضع اذا بدنا نعالج اول شيء بناخده على محل تفي، بننزل له حرارته شوي شوي مثل ما حكينا، اذا الطفل عم يخلط هو المفروض نعطيه سوائل، اذا عم يخلط اكيد لا ممنوع، ممكن ناخذه على مشفى نعطيه شويه سيرومات، نحمل له شويه سيرومات، بس ما نعطيه عن طريق التم اذا في تخليط ذهني او اختلاج، لانه طبعا بيتشرق بيروح على الرئتين، بتكون مشكله بسيطه تنحل ب 24 ساعه بتصير بكارثه. صح. عرفتي؟ الشيء الثاني وقايه من هالموضوع بيحكي عنه معلش شوي لانه كثير عم نعاني من هالمشكله، اول شيء اكيد ما تطالع ابنك بين الساعه 11 و3، لا تخليه يلعب فتره طويله بالشمس، لا تتركيه بالسياره وتروحي والشوب كثير بالسياره، حاولي تخليه تعوديه، وهذا اهم شيء يشرب سوائل. يعني سوائل المي هي اكثر شيء بتعود، لانه هو بالنهايه هو ضربه الحراره هي تجفاف، فتعود السوائل بيعوض له هالشيء. في شيء كثير مهم، كريمات الشمسيه الواقيه من الشمس نستعملها، طاقيه ابسط شيء بالعالم، يعني انه اطالع ابني بالشمس لابسه طاقيه ما بدها شيء، اجراءات كثير بسيطه بتوقيكي من هالشيء، ما تخافي لانه اغلبها ب 24 48 ساعه. اما الامراض الانتانيه كورونا او غيرها بدنا نحكي عنها، فهي اول شيء تبجي بشكل تدريجي، ما رح تجي بشكل كثير شديد وفجاه حراره 40، نادره لنشوف هالموضوع. شيء ثاني في علامات ثانيه مرافقه، بتلاقي ممكن سعله، ممكن اسهال، ممكن اقياء، ممكن سيلان انف، طبعا هي بتتظاهر مع الوقت اكيد هاي العلامات. فوقتها بنعتبر حالنا فتنا مرحله انتانيه، ممكن نحن نعطي وقت نشوف اذا بديت العلامات تتظاهر ناخذ ابننا لعند الطبيب. بدي احكي عن كورونا عند الاطفال، نحن امن شيء للاطفال بالعالم بالكورونا، يعني عمليا بيجوا 24 او 48 ساعه تروح حرارتهم ومالهم، طبعا ما بدهم شيء خوافة حرارة وانتهى الموضوع، هو فيروس عادي جدا عند الأطفال، جسمهم مقاوم بشدة شديدة له، فما نخاف على البيبيات من الكورونا، احنا بنخاف منهم وعليهم، بنخاف من الطفل يعدي الكبار، بس ما بنخاف عليه للطفل. أكيد دكتور متشكرك، متشكر كل نصيحة قلت لنا إياها، نحن استفدنا وكل حدا عم يتابعنا، والله يحمي كل الأطفال يا رب. شكرا لكم. شكرا لك وللمعلومات اللي أعطيتنا إياها دكتور.